استهل فريق نادي القرنيطرة صحبة مدربه الجديد محمد يوسف المليني مرحلة الإياب من البطولة الوطنية الاحترافية بفوز مهم على حساب ضيف يعرف عنه بندية خارج قواعده، والحديث عن أولمبيك أسفي. محمد الضو هو من قاد أولى محاولات الكارك لتحمل الدقيقة 6 من زمن المباراة الجديد من قدم بلال بيات بعد استغلاله لتمريرة من الجهة اليسرى لأيوب بوحيم. الرد كان قويا من رفيق عبد الصمد وتدخل زهير العربي لتتوصل المحاولات إلى حدود الدقيقة 37 حين أعلن الحكم هشام التيازي عن ضربة الجزاء لصالح هشام العاوي بدعوى إسقاطه داخل منطقة العمليات من طرف المدافع محمد القرقوري. هشام العاوي يخطئ التسجيل وبلال بيات يتدارك الموقف ويوقع آخر أهداف الشوط الأول الذي انتهى لصالح الكارك بهدفين لصفر. الشوط الثاني استهله أولمبيك أسفي بقوة حين تمكن الهداف عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 55 من التسجيل هدف زاد من حماس الزوار في البحث عن التعادل. هنا ظن الجميع أن حمد الله كان متسللا، لكن الأخير لم يستغل الموقف ليضيع فرصة التعديل. بحث المسفيويين استمر إلى حدود الدقائق الأخيرة من زمن المقابلة التي ألت نتيجتها لصالح النادي القنيطري بهدفين لهدف واحد. الفوز الثالث للكاك أبعده نسبيا عن الأماكن السفلى من سلم الترتيب، فيما تكبد أولمبيك أسفي هزيمته 6 في بطولة هذا الموسم.